يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على الناحيه المقدسه سلام على طهرها وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقيه الله برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره الحلقه الثالثه والستون بعد الثلاثمائه سلام عليكم على مائده القمر انها اطباقنا المهدوية الرمضانية الطازجة أطباق البراءة والولاية بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر براءة من السقيفتين سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف وولايه للبيعتين بيعه الغدير الاولى بيعه الامير وبيعه الغدير الثانيه بيعه القائم انه افطار القلوب على مائده المحبوب تفضلوا في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي ياخذه عمن يأخذه هذا هو الجزء الثاني من طبقنا الخامس من أطباق مائدة القمر الطبق الخامس من اطباق البراءه فاطباقنا اطباق براءه واطباق ولايه الطبق الخامس هو طبق الحساء وهو طبق يكون مصاحبا للطبق الرئيس تقدم الكلام في الطبق الرئيس إنه طبق يوم الخلاص مادة طبقنا الخامس هذا استكشاف آثار البرنامج الإبليسي في الواقع الشيعي ومثل ما قلت لكم في الحلقه الماضيه انها صوره مقطعيه فانا لا استطيع ان اغطي موضوعا بهذه السعه في حلقه او حلقتين صوره مقطعيه عرضت ما عرضت في الحلقه الماضيه حيث تناولت عنوانين العنوان الاول العبث الصرخي العنوان الثاني البيان السيستاني انه بيان السيستاني في ايام ولاده امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في شهر شعبان الذي انقضت ايامه قبل فتره وجيزه. لا اريد ان اعيد الكلام الذي مر في الحلقه الماضيه وان كان مهما ومهما ومهما جدا. عليكم ان تعيدوا مشاهدة الحلقة عبر الإنترنت لأهمية ما طرح فيها بخصوص هذين العنوانين العبثي الصرخي والبيان السيستاني بقي عندي عنوان ثالث وعدتكم ان احدثكم عنه في هذه الحلقه النجاسه الخطابيه الخطابيون الخنازير اطهر منهم بتريليونات المرات اقذر المجموعات الشيعية الضالة عبر التاريخ المجموعات الخطابية النجسة الا لعنة على امواتهم وعلى احيائهم من اولهم الى اخرهم من رجالهم الى نسائهم من كبارهم الى صغارهم ألا لعنة تترى عليهم على ظواهرهم وعلى بواطنهم وأبرأ إلى الحجة ابن الحسن ليس منهم ومن عقيدتهم فقط أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من هواء يلامس أبدانه من نجسة القذرة لا لعنة الله عليهم إذا عنواننا الثالث ونحن نستكشف آثار البرنامج الإبليسي النجاسة الخطابية سابدأ معكم في لقطات وبعد ذلك اعرج على الخطابيين المعاصرين انني اتحدث بنحو خاص عن المجموعه الخطابيه التي تعتقد بامامه ذلك اللعين كمال الموسوي الذي قبره وذهب الى مصيره اللقطه الاولى اقرا عليكم من بصائر الدرجات لشيخنا ابي جعفر محمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه وهو من اصحاب امامنا الحسن العسكري ومن رجال الغيبة الأولى. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان صفحة 477 الباب الحادي والعشرون الحديث الأول حديث طويل قطعا لا استطيع قراءته في هذه الحلقه ضروري ان تعودوا اليه تحدثت عن هذا الحديث فيما سلف في برامجي السابقه ساخذ منه سطورا اخذ لقطه مما جاء في هذا الحديث الشريف رساله من المفضل ابن عمر إلى إمامنا الصادق يسأل عن الخطابيين لعنة الله عليهم وإمامنا الصادق صلوات الله عليه يجيب على رسالته هذه الرسالة طويلة تبدأ من صفحة أربعمية وسبعة وسبعين تنتهي في صفحه اربعمئه واربعه وثمانين هذه الصفحات مملوءه بكلام امامنا الصادق بخصوص هؤلاء الخطابيين ألا لعنه الله عليهم امواتا واحياء من جمله ما جاء في هذه الرساله الشريفه ما كتبه امامنا الصادق في رسالته جوابا على رساله المفضل ابن عمر المفضل كان في العراق كان في الكوفه والخطابيون عراقيون والامام الصادق يبعث برسالته من المدينه الى الكوفه اخذ لقطه من هذه الرساله الطويله وذكروا من هم الخطابيون اللعناء الخنازير وذكروا ان ما حرم الله من نكاح الأمهات والبنات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم على المؤمنين من النساء فما حرم الله إنما عنا بذلك نكاح نساء النبي وما سوى ذلك مباح كله هذا الكلام ذكره المفضل في رسالته الى الامام الصادق نقلا عن الخطابيين الذين كانوا في العراق في الكوفه والامام هنا يشير الى كلام المفضل كي يجيب عليه وذكروا الخطابيون ان ما حرم الله في القرآن الكريم ان ما حرم الله من نكاح الأمهات والبنات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم على المؤمنين من النساء فما حرم الله هذا ما هو بتحريم على المؤمنين انما عنا بذلك نكاح نساء النبي وما سوى ذلك مباح كله الخطابيون يستبيحون النساء جميعا وهؤلاء اتباع كمال الموسوي يفعلون هذا بالضبط يستبيحون المحارم ويستبيحون النساء يستبيحون كل المحرمات هذا الكلام ما هو بكلام لا يستند الى دليل سأحدثكم سأحدثكم وذكرت انه بلغك انهم يترادفون المراه الواحده وهذا ما يفعله جماعه كمال الموسوي وفي الوقت الحاضر وصل الامر الى زوجاتهم الى زوجاتهم الى زوجاتهم اصطبروا علي وستاتيكم التفاصيل بل الى محارمه القضيه صارت بشكل اقبح واقبح بعد موت ذلك اللعين الا لعنه الله عليه وذكرت انه بلغك انهم يترادفون المراه الواحده عندهم اطباء عندهم خبراء بالعقاقير التي تبعث على الهياج الجنسي فبعض النساء من نسائهم اللاتي يزنون بهن اعمارهن في الستينات ومع ذلك يزنون بالمراه جميعا عدد كبير منهم يزني بهذه المراه او بتلك في مكان واحد ويصورون هذا وينقلونه الى جماعتهم في الكويت او الى جماعتهم في السعوديه او الى جماعتهم في بغداد عبر تطبيق زوم او عبر تطبيق سكايب يعطون هذه المراه الكبيره في السن يعطونها عقاقير تهيجها جنسيا بحيث تتحمل عمليه هذا الترادف الجنسي لان تلك العقاقير تجعلها في حاجه جوع جنسي هذا الكلام كلام دقيق لو لم يكن دقيقا لما جئت وانا في شهر رمضان اردد هذه الكلمات وهل تعتقدون انني فرح او انني مرتاح ان اتكلم بمثل هذا الكلام في شهر رمضان في وقت الذي احب ان اتحدث فيه ان اتحدث عن قرانهم بتفسيرهم وعن احاديثهم بقواعد تفهيمهم اعود الى رساله امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وذكرت انه بلغك انهم يترادفون المراه الواحده ويشهدون بعضهم لبعض بالزور ويزعمون ان لهذا ظهرا وبطنا يعرفونه فالظاهر يتناسمون عن يتناسمون عن يتباعدون عن فالظاهر يتناسمون عن يبتعدون عن يأخذون به مدافعة عنهم إذا كان في ذلك من مصلحة لهم والباطن هو الذي يطلبون وبه أمروا هو الذي يطلبون يطلبون به او هو الذي يطلبون وبه أمروا والقراءتان صحيحتان وبزعمهم كتبت تذكر الذي زعم عظيم من ذلك عليك حين بلغك وكتبت تسألني عن قولهم في ذلك أحلال أم حرام وكتبت تسألني عن تفسير ذلك وانا ابينه حتى لا تكون من ذلك في عمل ولا شبهه وقد كتبت اليك في كتابي هذا تفسير ما سالت عنه فاحفظه كله كما قال الله في كتابه وتعيها اذن واعيه واصفه لك بحلاله وانفي عنك حرامه ان شاء الله كما وصفت ومعرفكه حتى تعرفه إن شاء الله فلا تنكر إن شاء الله ولا قوة إلا بالله والقوة لله جميعا أخبرك أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك وتعالى بين الشرك لا شك فيه هذه فتوى واضحه من امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هؤلاء الخنازير الانجاس من الخطابيين الامام هكذا يقول اخبرك انه من كان يدين بهذه الصفه التي كتبت تسالني عنها فهو عندي مشرك بالله تبارك وتعالى بين الشرك لا شك فيه هذه اللقطه الاولى انا لا استطيع ان اعلق على كل صغيره وكبيره انما اعرض لكم لقطات كي تتكامل الصوره لديكم هذا كتاب الغيبه للطوسي وهذه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلم بيروت لبنان انقل لكم لقطتين من هذا الكتاب اللقطه الاولى بخصوص الشلمغاني اللعين الذي صار خطابيا لعنه الله عليه وعلى كل خطابي من الاموات والاحياء صفحه 255 بسنده ام كلثوم وهي البنت الكبيره للسفير الثاني محمد ابن عثمان العمري بنته الكبيرة أم كلثوم هي التي تحدث وتقول كان أبو جعفر ابن أبي العزاقر هذا هو أشهى المغاني أبو جعفر ابن أبي العزاقر هو أشهى المغاني الذي كان مرجعا للشيعه زمان الغيبه الاولى بامر من السفراء وكانوا يعملون بالرساله العمليه التي الفها للشيعه التي عنوانها التكليف ام كلثوم وهي البنت الكبيره للسفير الثاني هي التي تقول كان ابو جعفر ابن ابي العزاقر الشلمغاني وجيها عند بني بسطام بنو بسطام عائله شيعيه كبيره معروفه في بغداد لهم وجاهه اجتماعيه كان ابو جعفر ابن ابي العزاقر وجيها عند بني بسطام لماذا؟ وذاك ان الشيخ ابا القاسم رضي الله تعالى عنه وارضاه ابو القاسم هو الحسين بن روح النوبختي السفير الثالث من السفراء الخاصين في زمان الغيبه الاولى وذلك ان الشيخ ابا القاسم كان قد جعل له للشلمغاني عند الناس منزله وجاها لانه هو الذي امر الشيعه بالرجوع اليه في التخليد كان قد جعل له عند الناس منزله وجاها ذلك كان في ايام صلاحه فهذا الرجل كان من الصالحين بعد ذلك صار خطابيا لعينا خنزيرا نجسا فخرج اللعن من الناحية المقدسة فيه السفير الثالث كان قد جعل له عند الناس منزلة وجاها فكان عند ارتداده حينما صار خطابيا يحكي كل كذب وبلاء وكفر لبني بسطام وهذا هو شأن الخطابيين ما عندهم إلا الكذب فكان عند ارتداده يحكي كل كذب وبلاء وكفر لبني بسطان وماذا يفعل؟ ويسنده يسند هذا الكذب وهذا الكفر ويسنده عن الشيخ أبي القاسم بإعتبار أن الشلمغاني حينما كان من الصالحين كانت له منزله عند الحسين بن روح ولكن بعد ذلك طرده واعلن كفره وارتداده وخرج اللعن فيه من الناحيه المقدسه حينما صار خطابيا خنزيرا لعينا نجسا ويسنده عن الشيخ ابي القاسم فيقبلونه منه بنو بسطام وياخذونه عنه حتى انكشف ذلك لابي القاسم حتى علم بالامر بعد ذلك الحسين بن روح فانكره واعظمه ونهى بني بسطام عن كلامه وامرهم بلعنه والبراءه منه فلم ينتهوا لم ينتهوا وأقاموا على توليه هذا هو حال الخطابية في كل زمان في الأزمنة الماضية وفي هذا الزمان دققوا النظر في هذه الكلمات فكان عند ارتداده يحكي كل كذب وبلاء وكفر لبني بسطان ويسنده عن الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح فيقبلونه منه ويأخذونه عنه حتى انكشف ذلك لأبي القاسم فأنكره وأعظمه ونهى بني بسطان عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه فلم ينتهوا وأقاموا على توليه وذاك أنه كان يقول لهم انني اذعت السر وقد اخذ علي الكتمان فعوقبت بالابعاد بعد الاختصاص يقول لهم انا لست ضالا وانما طردني الحسين بن روح لانني كشفت الاسرار فالذي اقوله لكم هذا هو الحق لاحظوا الاسلوب الشيطانيه الابليسيه القذر وهذا يتردد عبر القرون الى يومنا هذا وذاك انه كان يقول له انني اذعت السر وقد اخذ علي الكتمان فعوقبت بالابعاد بعد الاختصاص لان الامر عظيم لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن ممتحن فيؤكد في نفوسهم عظم الأمر وجلالته فبلغ ذلك أبا القاسم فكتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة منه وممن تابعه على قوله وأقام على توليه فلما وصل إليهم أظهروه عليه أظهروه على رسالة الحسين أبو الروح فبلغ ذلك أبا القاسم فكتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة منه وممن تابعه على قوله وأقام على توليه فلما وصل إليهم أظهروه اظهروا الشلمغاني على هذا الكتاب، اظهروه عليه فبكى بكاء عظيما ثم قال ان لهذا القول باطنا عظيما وهو ان اللعنه الابعاد فمعنى قوله لعنه الله اي باعده الله عن العذاب والنار والان قد عرفت منزلتي ومرغ خديه على التراب وقال عليكم بالكتمان لهذا الامر. الخطابيون مروا بهذه التجربه، مروا بهذه التجارب الا لعنه عليهم. الخطابيون مروا بهذه التجارب وما يماثلها. اتحدث عن الخطابيين المعاصرين. قالت الكبيره رضي الله عنها يعني أم كلثوم بنت العمري الثاني وقد كنت أخبرت الشيخ أبا القاسم أن أم أبي جعفر ابن بسطام قالت لي يوما وقد دخلنا إليها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حتى انكبت على رجلي تقبلها فانكرت ذلك وقلت لها مهلا يا ستي فان هذا امر عظيم وانكببت على يدها لانها كانت اكبر سنا منها وانكببت على يدها مثلما قبلت هي رجلي اخذت يدها كي اقبلها وانكببت على يدها فبكت بكت هذه المرأة الكبيرة التي هي أم أبي جعفر ابن بسطام ثم قالت كيف لا أفعل بك هذا وأنت مولاتي فاطمة هذا أحشى المغاني أقنعهم من أن أم كلثوم بنت السفير الثاني هذه فاطمة الزهراء الهراء والضلال الخطابي هو هو على طول العصور في كل زمان ثم قالت كيف لا افعل بك هذا وانت مولاتي فاطمه فقلت لها وكيف ذلك يا ستي فقالت لي ان الشيخ يعني ابا جعفر محمد بن علي هذا هو الشلمغاني انه ابن ابي العزاقر خرج الينا بالسر قالت فقلت لها وما السر قالت قد اخذ علينا كتمانه وافزع ان انا اذعته عقبت قالت واعطيتها موثقا اني لا اكشفه لاحد واعتقدت في نفسي اعتقدت يعني نويت واعتقدت في نفسي الاستثناء بالشيخ الحسين بن روح قالت ان الشيخ ابا جعفر قال لنا ان روح رسول الله انتقلت الى ابيك الى السفير الثاني وروح امير المؤمنين علي انتقلت الى بدن الشيخ الحسين بن روح وروح مولاتنا فاطمه انتقلت اليك فكيف لا اعظمك يا ستنا؟ فقلت لها مهلا لا تفعلي فان هذا كذب يا ستنا فقالت لي هو سر عظيم وقد اخذ علينا أن لا نكشف هذا لأحد فالله الله في لا يحل بي العذاب ويا ستي فلولا أنك حملتيني على كشفه ما كشفته لك ولا لأحد غيرك ثم تقول أم كلثوم بنت السفير الثاني فلما انصرفت من عندها دخلت إلى الشيخ أبي القاسم بن روح الحسين بن روح فأخبرته بالقصة وكان يثق بي ويركن إلى قولي فقال لي يا بني إياك أن تمضي إلى هذه المرأة بعدما جرى منها ولا تقبلي لها رقعة إن كاتبتك ولا رسولا إن أنفذته إليك ولا تلقيها بعد قولها فهذا كفر بالله تعالى والحاد قد احكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم ليجعله طريقا الى ان يقول لهم بان الله تعالى اتحد به وحل فيه كما يقول النصارى في المسيح ويعدو الى قول الحلاج لعنه الله. قالت: فهجرت بني بسطام وتركت المضي اليهم ولم اقبل لهم عذرا ولا لقيت امهم بعدها وشاع في بني نوبخت الحديث فلم يبقى احد الا وتقدم اليه الحسين بن روح الشيخ ابو القاسم وكاتبه بلعن ابي جعفر الشلمغاني والبراءة منه وممن يتولاه ورضي بقوله او كلمه فضلا عن موالاته وهذا هو بالضبط ما جاء في توقيع اسحاق بن يعقوب من المنع ومن تحريم التواصل معهم مع هؤلاء الخطابيين الا لعنه الله عليهم ثم ظهر التوقيع من صاحب الزمان بلعن ابي جعفر محمد بن علي انه الشلمغاني والبراءه منه وممن تابعه وشايعه ورضي بقوله واقام على توليه بعد المعرفه بهذا التوقيع. لقطة واضحة بكل تفاصيلها كانت موجودة زمن الصادق صلوات الله عليه وها هي موجودة بحسب ما قرأت عليكم زمان الغيبة الأولى وها هي بنفسها موجودة في زماننا ألا لعنة على الخطابيين منذ اول خطابي والى احياء الخطابيين في زماننا هذا نذهب الى فاصل عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من اراد ان يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطمه صلوات الله عليهم وعلى الهم الاطيبين فلا يدع زياره الحسين بن علي وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من احب ان يكون مسكنه الجنه وماواه الجنه فلا يدع زيارة المظلوم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين فإذا همّ الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة وفي غيبة الطوسي في المصدر نفسه في الصفحة الثانية والخمسين بعد المئتين عن سعد الاشعري القمي رضوان الله تعالى عليه وقال سعد بن عبد الله هذه لقطه ثالثه انها عن محمد بن نصير النصيريون هم اتباعه هذا امامهم هذا امامهم المابون كالخطابيين المعاصرين انهم الخنازير المابونه وقال سعد بن عبد الله كان محمد بن نصير النميري يدعي انه رسول النبي وان علي بن محمد يشير إلي إمامنا الهادي صلوات الله عليه وأن علي بن محمد أرسله وكان يقول بالتناسخ إنها عقائد الخطابيين الأنجاس كتاب الهفت الشريف أو قد يسمى بكتاب الهفت والأضلة كتاب لعين كتاب عقائده عقائد الضلال وكان يقول بالتناسخ بل هم يقولون بالتناسخ والتماسخ والتفاسخ والتراسخ وهي اصناف من التناسخ وكان يقول بالتناسخ ويغلو في ابي الحسن في الامام الهادي ويقول فيه بالربوبيه ويقول بالاباحه للمحارم وتحليل نكاح الرجال بعضهم بعضا في ادبارهم وهذا ما يفعله الخطابيون الان هذا الباب الاول الموجود الان في لندن كان يطالب كمال الموسوي ايام حياته بان يفعل هذا الامر لكن كمال الموسوي كان يؤجله يقول له هذا مو وقته وكانوا يكتفون بتاجير الغلمان من اماكن الشذوذ الجنسي هنا في لندن ويلوطون بالغلمان يدفعون لهم الأموال هذا الذي صار الباب الأول الآن بعد موت ذلك اللعين كان يصر على كمال الموسوي أن يباشر عملية اللواط فيما بينهم لكن كمال الموسوي كان يرفض ذلك يقول يؤجل هذا الامر الان بعد موت كمال الموسوي لعنه الله عليه اصدر هذا الباب فتواه واول شيء فعله ان فتح دبره للموجودين فلاطوا فيه ولا زالوا يلوطون فيه يلوطون في الباب الاول لاجل ان تعلو مقاماتهم وكذلك يلوطون في الباب الثاني هنا في لندن ولهم باب فتحوا دبره في الكويت ولهم باب فتحوا دبره ايضا في السعوديه في القطيف ولهم باب فتحوا دبره في العراق فأبوابهم تفتح من تحت تفتح من خلف ومن هنا يأتيهم الفيض من فتحات ادبار هؤلاء الابواب الذين يلوطون فيهم انا لا احدثكم عن خيال هذه وقائع حقيقيه ويقول بالاباحه للمحارم هناك زنا بالاخوات وامام الاخوه، والاخوه يزنون بالاخوات وامام الجميع. في هذا الوسط الخطابي القذر. ويقول بالاباحه للمحارم، وتحليل نكاح الرجال، بعضهم بعضا في ادبارهم، ويزعم ان ذلك من التواضع والاخبات والتذلل في المفعول به وانه من الفاعل إحدى الشهوات والطيبات وأن الله عز وجل لا يحرم شيئا من ذلك وكان محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات يقوي اسبابه ويعضده هذا كان من رجال المال ومن رجال الدوله هؤلاء بنو الفرات من العوائل الشيعية المعروفة في بغداد كانوا يملكون اموالا هائلة من اصحاب الثراء الفاحش وممن كانوا في تفاصيل الحكومة العباسية في مناصب الوزارة والدواوين اخبرني بذلك عن محمد بن نصير ابو زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان انه راه عيانا هذا يحيى بن عبد الرحمن راى هذا الامر بعينه وحينما احدثكم فانني احدثكم عن اشخاص راوا ما رأوا من الخطابيين المعاصرين بأعينهم أو كانوا جزءا من البرنامج هم لاطوا فيهم ولاط بعضهم بالبعض الآخر ولكنهم بعد ذلك تراجعوا وتبرأوا منهم وخرجوا من هذه الدائرة يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان يقول من أنه رآه عيانا رأى من؟ رأى محمد ابن نصير مؤسس الفرقة مؤسس الفرقة النصيرية رآه عيانا وغلام له غلام لابن نصير وغلام له على ظهره. قال: فلقيته فعاتبته على ذلك. فقال ان هذا من اللذات وهو من التواضع لله وترك التجبر، وهذا ما يفعله الان الخطابيون. بالكويت شياب شياب وحجاج وناس كبار وواحد يلوط بالثاني. ويلاط بالاولاد امام ابيهم ويلاط بالاب امام اولاده والاخوه يلوط احدهم في الاخر صدقوني هذه المعلومات دقيقه شياب كبار ناس معروفين والبعض في هذه المجموعات من الضباط في جيوش بلدانهم او في قوات الشرطه انا ما ادري هذا ما قادر يحمي فتحه الدبره شلون راح يحمي سور الوطن ما ادري بعضهم ضباط في جيوش بلدانهم وضباط في القوه النظاميه في البلدان التي هم فيها ذولا ما حامين فتحات ادبارهم شلون راح يحمون الوطن شلون راح يحمون المواطنين فهكذا يقول محمد ابن نصير ان هذا من اللذات وهو من التواضع لله وترك التجبر وهذا بالضبط ما يقوله هؤلاء الخنازير المأبونون من الخطابيين المعاصرين والله اقدر من الخنازير ولكن لا توجد الفاظ الخنازير اطهر منهم الخنازير هي خنازير تواصل حياتها في خنزيريتها اما هؤلاء بشر ويقولون نحن شيعه الا لعنه عليهم الا لعنه على ذلك اللعين كمال الذي فتح هذا الباب نذهب الى فاصل عن هشام بن سالم عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال ما يكون هذا الامر حتى لا يبقى صنف من الناس إلا وقد, وقد ولوا, ولوا على, الناس على الناس حتى لا يقول قائل, قائل إن إنا لو ولينا لعدلنا, لعدلنا ثم يقوم, يقوم القائم, القائم بالحق والعدل, والعدل وعن ابي بصير عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين تسع واحده ثلاث خمس وقال إذا, اذا اختلفت, اختلفت بنو اميه ذهب ملكهم ملكه ثم يملك بنو العباس, العباس فلا يزالون في عنفوان, عنفوان من, من الملك وغضارة, وغضاره من العيش حتى يختلفوا يختلف فيما, فيما بينهم بينه فاذا اختلفوا, اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل الشرق واهل الغرب نعم واهل القبله ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا, فإذا نادى, نادى فالنفر النفر النفر فوالله لكأني أنظر, أنظر إليه بين, بين الركن, والمقام الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا, لا يرد, يرد له, له رايه أبدا, ابدا حتى, حتى يموت, يموت في الايه السابعه بعد العاشره بعد المائة بعد البسملة من سورة النساء ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا ان يدعون من دونه الا اناثا الذين سلبوا مقام امير المؤمنين ونسبوه الى انفسهم فانهم سيدعون الناس الى ادبارهم وبالمناسبه هذا الذي نصبوه بابا اول يدعي من انه في مقام امير المؤمنين هنا في لندن هذا الخنزير المابون النجس يدعي انه في مقام امير المؤمنين هذا هو القانون الذي يدعي مثل هذا الادعاء سيدعو الناس الى دبره ما هو الا انثى هذا ما هو برجل ان يدعون من دونه الا اناثا ماذا نقرا في تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان وهذا هو الجزء الأول صفحة 302 رقم الحديث 273 بسنده دخل رجل على إمامنا الصادق صلوات الله عليه فقال السلام عليك يا امير المؤمنين احد الشيعه دخل على امامنا الصادق اراد ان يظهر احترامه وتقديسه واجلاله لامامه الصادق فقال السلام عليك يا امير المؤمنين الامام ماذا فعل فقام على قدميه انتفض الامام ما الذي تقول؟ ما الذي تقول؟ هذا عنوان خاص بعهلي بن ابي طالب، ما الذي تقول؟ ما هذا الذي تقوله؟ فقام على قدميه فقال مه مه اسم فعل بمعنى اكفف ما هذا الذي تقوله؟ مه هذا اسم لا يصلح الا لامير المؤمنين صلوات الله عليه الله, الله سماه به ولم يسمى به احد غيره فرضي به رضي بهذا به الاسم الا كان منكوحا كان مابونا وان لم يكن به وان لم يكن مابونا ابتلي به صار مابونا وهو قول الله في كتابه: ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا قال قلت فماذا يدعى به قائمكم؟ قال يقال له السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا ابن رسول الله الذي ينسب الى نفسه مقام امير المؤمنين قطعا هذا مابون فان لم يكن سيصبح مابونا قرانهم واضح احاديثهم واضح تطبيق عملي في الباب الاول الموجود في لندن هنا الذي يتزعم المجموعه الخطابيه القذره هذا قران قران واضح يا ايها الخنازير يا ايها الحمير قران واضح وهذا حديثهم حديث واضح ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا امير المؤمنين وصف لقب مقام سمة خاصة بأمير المؤمنين ولم يسمى به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحا وإن لم يكن به ابتلي به وهو قول الله في كتابه ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا هذه الملامح الواضحه للبرنامج الشيطاني الذي تظهر اثاره جليه في مجموعه الخنازير هذه في مناقب ال ابي طالب لابن شهر آشوب المازندراني وهذا هو الجزء الثالث وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان الطبعة الثانية المصححة والمنقحة ألف وواحد ميلادي وابن شهر آشوب المازندراني متوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة في الصفحة السابعة والستين عن إمامنا الصادق من أن رجلا قال له يا أمير المؤمنين الرواية التي مرت سلم عليه هذه الروايه تتحدث عن رجل قال له يا امير المؤمنين فماذا قال له امامنا الصادق مه اكفف فانه لا يرضى بهذه التسميه احد الا ابتلي ببلاء ابي جهل وبلاء ابي جهل الابنه فهذا امر معروف في التاريخ ابو جهل الذي يقول عنه المخالفون من انه خال الخليفه عمر هو اشد اعداء رسول الله من عتاه قريش كان مابونا وكانت ابنته مشهوره معروفه هذا تاريخ الطبري وهذا هو الجزء الأول من تاريخ الطبري من طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة التي قدم لها نواف الجراح الطبعة الثانية 2005 ميلادي صفحة 371 في وقائع واحداث بدر الكبرى عتبه ابن ربيعه ما كان راغبا في القتال فكان يحاول ان يرجع قريش وان تعود قريش عن قتال محمد صلى الله عليه واله فماذا قال أبو جهل حينما علم أن عتبة هكذا يريد قال انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه السحر الرئة أو هو أعلى الصدر مما يتصل بالحلقوم فحينما يخاف الانسان تكون هذه المنطقة من جسده متغيرة تتعرض الى تغير والعرب يقولون ان الجبان او ان الخائف ينتفخ سحره ينتفخ صدره تنتفخ رئته فهكذا قال ابو جهل بخصوص عتبة انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه فلما سمع عتبة بذلك ماذا قال سيعلم سيعلم المصفر أسته من انتفخ سحره أنا أم هو المصفر استه هذه صفه مشهوره لابي جهل يقولون كان يحسن فتحه دبره بالزعفران للذين يلوطون فيه فالى هذا يشير عتبه لان هذا الامر كانت تعرفه قريش عن ابي جهل نحن لا ندري هؤلاء هل يصفرون استاهم بالزعفران او بماذا؟ وان كانوا هم يقومون بعمليات اللحس القذره البرنامج الشيطاني هو 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 سيعلم المصفر استه من انتفخ سحره انا ام هو؟ أنا عتبة أم هو أبو جهل لأن أبا جهل هو المصفر أسته كان يلون أسته بالزعفران لأنه كان غنيا ليحسن دبره للذين يلوطون فيه هذه هي قريش وهذا هو خال الخليفة عمر كما يقول المخالفون من أن أبا جهل هو خال الخليفة عمر هذا هو واقعهم واقع قريش نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقري صلوات الله عليهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا من والمنكر معروفه هذه اللقطه الاخيره اقرا عليكم من دعاء زياره امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه اقرا عليكم من مفاتيح الجنان من دعاء زياره امامنا الحسن العسكري اللهم وان ابليس المتمرد اللعين قد استنظرك لاغواء خلقك فانظرته واستمهلك لاضلال عبيدك فامهلته بسابق علمك فيه وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في اقطار الارض دعاه ابليس هم رجال الدين في كل الديانات هؤلاء هم اقرب الناس الى ابليس في كل الديانات لان ابليس لا يجد وسيله هي افضل من رجال الدين كي يضللوا الخلق الذين لا علاقه لهم بالدين هم اساسا بعيدون عن الدين فلا حاجه لان يتعب ابليس نفسه معهم الذين يرتبطون بالدين لا بد ان يضللهم من اي جهه من رجال الدين فرجال الدين هم اعوان ابليس في كل الديانات في كل المؤسسات الدينيه الرسميه في كل الديانات وقد عشش إبليس وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين وقد وعدت نقض بنيانه، وتمزيق شانه، فاهلك اولاده وجيوشه، وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته، وارح عبادك من مذاهبه وقياساته. طبقنا الذي عرضناه في الحلقه الماضيه وهذه الحلقه مضمونه استكشاف اثار البرنامج الابليسي في واقعنا الشيعي فنحن جزء من هذا البرنامج وجزء من هذا الواقع الذي يتحدث عنه هذا الدعاء وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وارح عبادك من مذاهبه وقياساته واجعل دائره السوء عليهم وابسط عدلك واظهر دينك بظهور الحجه ابن الحسن وقوي اولياءك واوهن اعداءك واورث ديار ابليس وديار اوليائه اوليائك اورثهم ديارهم وخلدهم في الجحيم خلد ابليس واوليائه من الانس والجن وخلدهم في الجحيم واذقهم من العذاب الاليم واجعل لعائنك المستودعه في مناحس الخلقه ومشاويه الفطره هؤلاء مصداق واضح اتحدث عن الخنازير المأبونه عن الخطابيين اللعناء هؤلاء مصداق واضح من مناحيس الخلقه ومشاويه الفطره الذين يجدون العباده في ادبارهم حينما يلوط بعضهم في البعض الاخر ترتقي مقاماتهم القدسيه الا لعنه عليهم وعلى مقاماتهم الدبريه القذره واجعل لعائنك المستودعه في مناحيس الخلقه ومشاويه الفطره دائره عليهم يعني ان لعنه هؤلاء ستكون عذابا لابليس كم هي قذاره هؤلاء كم هي قذارة مناحيس الخلقة ومشاويه الفطرة. أية فطرة مشوهة عند هؤلاء الخنازير الذين يجدون العبادة في ذكورهم وأدبارهم وحينما يلوط بعضهم في البعض الآخر يرتقون في المنازل، ألا لعنة عليهم وعلى قذارتهم، أية فطرة هذه التي هي عندهم؟ لقد شوهوا فطرتهم اتعلمون لماذا حينما اعرضوا عن امام زمانهم وانتخبوا لهم اماما قذرا نجسا لعينا سافلا اتحدث عن ذلك اللعين الذي قبر عن كمال ذلك الملعون وعن هؤلاء الابواب الانجاس المابونين الان الدعاء هكذا يقول من ان اللعنه في هؤلاء ستكون عذابا لابليس واتباعه هكذا يقول الدعاء واجعل لعائنك المستودعه في مناحيس الخلقه ومشاويه الفطره دائره عليهم دائره على ابليس واتباعه كي يعذبوا بها وهم في جهنم ايه لعنه تحل على هؤلاء واجعل لعائنك المستودعه في مناحيس الخلقه ومشاويه الفطره دائره عليهم وموكله بهم وجاريه فيهم كل صباح ومساء وغدو ورواح الى اخر الدعاء الشريف اعتقد ان صوره صارت واضحه وجليه من ان النجاسه الخطابيه هي هي كانت في زمان الائمه في زمن الحضور وكانت في زمان الغيبه الاولى في زمان النواب الخاصين وها هي موجوده في زمان الغيبه الثانيه حيث لا نحن في زمن الحضور ولا نحن في زمن الغيبة الأولى وقد قرأت ما قرأت عليكم الخطابيون تأسسوا زمن صادق وقرأت ما قرأت عليكم من عقائدهم ومن ابنتهم وقذارتهم زمان الغيبة الثانية نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله فداك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلا اسعارهم ونقص من الاموال قال كساد التجارات وقله الفضل ونقص من, من الانفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قله ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تاويله إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هناك ملاحظات أثبتها على هذه الورقة التي بين يدي لأجل أن يكون الكلام وجيزا ومختصرا واذا كانت هناك من ضروره للتطويل يمكنني ان اعود في حلقات اخرى الملاحظه الاولى هذه المعلومات التي حدثتكم عنها عن الخطابيين من اين جئت بها هذه المعلومات جئت بها من بينهم هناك مجموعه من افراد هذه المجموعه وليسوا قليلين وربما يتكاثرون في الايام القادمه كانوا جزءا من هذا البرنامج وقد اجريت معهم مقابلات وهذه المقابلات قد ضبطت وسجلت فيديوات سجلت بالكاميرا اجريت معهم مقابلات مفصله ولا زلت مستمرا في متابعه هذا الموضوع هؤلاء خرجوا من بينهم ورفضوا الواقع الذي هم عليه اتحدث عن واقع اولئك الخنازير من الخطابيين من اتباع كمال الموسوي الذين يلوط بعضهم في البعض الاخر ويزداد لواطهم في هذه الأيام في أيام شهر رمضان لأنهم يعتقدون أن حقيقة العبادة في اللواط في أن يلوط بعضهم في البعض الآخر هؤلاء الذين خرجوا منهم وأجريت معهم مقابلات وهذه المقابلات سجلت وصورت وضبطت تارة مع افراد على حدى وفي بعض الاحيان مع شخصين معا الجميع ينقلون نفس المعلومات مع اختلاف ظروفهم ليس هناك من ضغط عليهم وحق هذا القران هم الذين تبرعوا باجراء هذه المقابلات لفضح هذه المجموعه كل الذين اجريت معهم المقابلات والذين في الطريق ايضا ساجري معهم يتفقون على هذه المعلومات لانهم قد اخبروني بالتفاصيل قد التقيت بهم سابقا واخبروني بالتفاصيل وهم الان يريدون ان يسجلوا هذه المعلومات المعلومات التي ذكروها في هذه المقابلات يمكنني ان اقسمها على ثلاثه انحاء النحو الاول معلومات سمعوا بها في نفس المجموعه سمعوا بمعلومات من نفس افراد المجموعه هذه المعلومات المسموعه انا اضع عليها خطين متقاطعين لا اقبلها لانني اعرف ان المجموعه هذه مجموعه كذابه كذابون الى ابعد الحدود حقراء الى ابعد الحدود ما كان مسموعا اضع عليه خطين متقاطعين مع أن بعضه ما هو بكذب ولكنني اتخذت أسلوبا في تنقية المعلومات فما ينقله لهؤلاء على سبيل السمع لا اعتمد عليه النحو الثاني ما شاهدوه بأعينهم ما ينقلونه لي وفقا للمشاهدة بالعيون أعطيه نسبة خمسين بالمئة حتى يتكرر من الجميع لا أقبل بالنقل من هؤلاء لأنهم كانوا مسطولين. كانوا مسطولين عندهم أطباء. عندهم خبراء بمواد التخدير ومواد المخدرات يصنعون لهم خلطة تمكنهم من أن يلتفتوا إلى الفساد الذي يقومون به ولكن من دون انتباه. من دون وعي يغوصون في فسادهم الى اقذر ما يمكن ان يكون انا سالت احدهم وقلت له ليس من هذه المجموعه الان من المجموعه السابقه التي خرجت منهم وايضا سجلوا ما سجلوا من الاحاديث وكشفوا ما كشفوا من فسادهم ايام ذلك اللعين كمال الموسوي سألت أحدهم قلت له أنت مو صغير عمرك كبير وأنت أساسا مو شيعي كنت سني وبعدين صرت شيعي أو أنت مار بتجارب ومتنقل بين البلدان وشايف ناس شلون تصدق بهذا الحكي شلون قبلت هذه الافكار من ان الزنا واللواط والخمور والمخدرات عباده ويقعد كمال الموسوي عريان عورتها طالعه وكلكم قاعدين عوراتكم طالعه على سفره عليها الخمور والمخدرات وتقرؤون دعاء اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن ويصلي بيهم عريان وهم عرايه الى جهه هي غير القبله هم اساسا لا يصلون ولكن هذه من الطقوس التي كان يضحك بها عليهم قلت له شلون قبلت هذا قال هذا الكلام ما يقبله اي واحد بس آني كنت مسطول احنا مسطولين الشهر كله من اول يوم الى اخر يوم احنا مسطولين ننام بالنهار نقعد بالليل راسا الروح الى البيوت التي تعقد فيها هذه الجلسات من الباب نشرب خمر وناخذ مخدرات بالباب هذا الطبيب اللي عندهم اللي اختصاصه تخدير مرتب لهم برنامج اول ما يدخل من الباب ياخذ مقدار من الفودكا هذه البيره الروسيه الثقيله وياخذ انواع من الحبوب المخدره ينسطل من الباب يقول ما كان عندي مجال افكر لان اني مسطول جسمي مشبع بالخمور والمخدرات على اي حال فقلت من أن المعلومات منها ما هو مسموع أنا لا أرتب عليه أثرا منها ما هو مشاهد بالأعين أعطيه نسبة خمسين بالمئة إلى أن يتكرر من الجميع أنهم شاهدوا لكنني أخذ بالإقرارات وأعتقد أن الإقرار هو أقوى دليل من الجهة الشرعية وحتى من الجهه القضائيه والقانونيه ان الانسان هو يقر على نفسه بانه فعل كذا او فعلوا معه كذا ليس هناك من ضغط ليس هناك من خوف ليس هناك من اموال مدفوعه ليس هناك من قصد للاضرار بالاخرين لا يوجد اي سبب بل هذا الاقرار يعود بالضرر عليه اذا ما انتشر بين الناس من هنا فانني اخذ بالاقرارات واما المرئيات ما كانوا يشاهدونه باعينهم لا اخذ بقول الواحد ولا بالاثنين ولا بالثلاثه ولا بالاربعه مع انه في الشريعه الزنا يثبت باربعه شهود واللواط يثبت باربعه شهود ولكنني لا اعتمد هذه الارقام لانني لست في مقام القضاء الشرعي انا في مقام التحقيق العلمي القضاء الشرعي له اساليبه له ادلته له وسائل اثباته انني اريد ان ادقق وان احقق في المعلومه الى ابعد الحدود. فمثل ما قلت لكم هناك الكثير من الاشخاص وهناك الكثير من المعلومات وهناك الكثير من التدقيق والتحقيق. وهؤلاء الاشخاص البعض منهم اصر علي ان اعرض المقابلة التي أجريتها معه لكنني لا أريد أن أفضح بعض النساء واللاتي هن لسن من الخطابيات لكن دخلا على الخط لسبب وآخر وأنا هنا أحذر هؤلاء النسوة وأطلب من هؤلاء النسوة أقول لهن اطلعن من هذا الخط ابتعدا عن هذا الخط لأنه بعض النساء يعملن في أماكن يتواجدن في أماكن تلك الأماكن تتواجد فيها نساء هن شي سوان يصادقن بعض النساء يعملن عمل القوادات ويجلبن بعض النساء من تلك الاماكن التي يعملن فيها او يتواجدن فيها الى هذه الجلسات الجنسيه هذه المعلومات دقيقه وحقيقه والادله قائمه عليها أنا أتمنى من هؤلاء النساء أن يخرجن من هذا الجو يمكن أن يعثرن على الفساد في أماكن أخرى بعض النساء يجلبن لهؤلاء الخطابيين مخدرات وبعض النساء يجلبن نساء من أماكن تتواجد فيها نساء لا أريد أن أفصل في الكلام أكثر من ذلك مثلما قلت لكم بعضهم ألح علي أن أنشر هذه المقابلات في التلفزيون أو في الإنترنت لكنني حفاظا على سمعتي وأعراضي بعض النساء اللاتي هن لسن من الخطابيين وإنما الفساد جاء بهن إلى هذه الأمكنة أتمنى أن يخرجنا من هذه الأمكنة حتى لا يذكرنا حتى لا يذكرنا لأنه في قادم الأيام ربما تكون هذه المقابلات علنية قطعا برضا الأشخاص إذا كانوا راغبين بذلك وحينئذ سيتحدثون عن الأسماء عن أسماء النساء بالنسبة للخطابيين لا حرمة لهم لا حرمة من الجهة الشرعية قد تكون لهم حرمة قانونية بإمكانهم أن يرفعوا الشكاوى ضد القناة إذا ما عرضت التفاصيل بالأسماء والصور والفيديوهات بامكانهم ان يرفعوا الشكاوى الى القضاء وحينئذ سنقدم ادلتنا لن يرفعوا الشكاوى لانهم يعرفون ان الادله قويه ويعرفون ان المعلومات حقيقيه لكن بامكانهم لهم حرمه قانونيه انا لا اتحدث هنا عن الحرمه القانونيه انا اتحدث عن الحرمه الشرعيه الخطابيون ليس لهم من حرمه شرعيه لا الرجال ولا النساء ولذا من حق الذين يريدون ان يفضحوهم بالاسماء وبالصور من حقهم ان يفعلوا ذلك فلا حرمه شرعيه للخطابيين لا للرجال ولا للنساء النساء غير الخطابيات عليهن ان يخرجن من هذا الجو لان هذه المعلومات قد توضع على التلفزيون وقد توضع على الشبكه العنكبوتيه اذا كان هناك من ضروره اذا كان هناك من فائده ومنفعه المعلومات التي طرحتها بشكل اجمالي ومن دون تفصيل تجري هنا في لندن وتجري في الكويت وتجري في القطيف في السعوديه وتجري في بغداد وربما تجري في اماكن اخرى يجتمعون ويلوط بعضهم في البعض الاخر يلاط بالاباء امام الابناء ويلاط بالابناء امام الاباء ويزنى بالنساء امام ازواجهن والزوج هو الذي يختار لزوجته في بعض الاحيان وكل هذا ينقل عبر الانترنت هذه الامور هذه الطقوس الشيطانيه تجري في القطيف وتنقل في الوقت نفسه عبر الانترنت بحيث ان الرجل حين يلوط برجل اخر تسلط الكاميرا على الفاعل والمفعول وحينما يزنى بامراه من النساء العاريات ايضا الجميع عرات الجميع عرات من دون اي غطاء النساء والرجال والجميع يشربون الخمور يتناولون المخدرات يتناولون المنشطات الجنسيه ولكن ضمن كورسات يهيئها لهم اصحاب الخبره من بينهم في هذا الموضوع الحكايه قذره الرجل يلاط به وفي الوقت نفسه يزنى بزوجته امام عينيه ويلاط به امام عيني زوجته ثم تقوم زوجته بعد ذلك بالجنس الفموي لشخص اخر منهم قذاره لا تماثلها قذاره انا لا اتحدث هنا عن جميع نساء الخطابيين الى الان اللاتي دخلنا من نساء الخطابيين مجموعه والا البعض طلبوا منه ان ياتي بزوجته فخرج كان سبب خروجه منهم ان طلبوا منه ان ياتي بزوجته كي يزنوا بها هنا في لندن اتحدث في لندن وهذا الذي اتحدث عن عنده الاستعداد أن يتحدث بشكل علني هم يعرفونه وهو يعرفهم وعنده الكثير من التفاصيل الحكاية طويلة وعريضة عريضة جدا حتى أكون دقيقا فلا أقول من أن الخطابيين في لندن قد جاءوا جميعا بنسائهم لكن عددا ليس قليلا منهم جاءوا بنسائهم والقضية بدأت بالباب الأول والباب الثاني إنما فعل الباب الأول والباب الثاني ذلك كي لا يعترض أحد من الباقين بما أن الباب الأول جاء بزوجته وبما ان الباب الثاني جاء بزوجته ويزنى بزوجاتهم امام الجميع وامام ازواجهم واخوه احدهم يزنون بزوجته بزوجه اخيهم امام ناظريه هذا الكلام ما هو خيال هذه حقائق في مجموعه شيعيه انها المجموعه الخطابيه التي كانت موجوده زمن صادق وقد قرات عليكم ماذا جاء في رساله امامنا الصادق الى المفضل وماذا جاء في غيبه الطوسي عن محمد بن نصير وكان معاصرا للامام الهادي وماذا جاء عن الشلمغاني وكان معاصرا للسفراء وخرج لعنه على يد السفير الثالث من الناحيه المقدسه وهذا الواقع الموجود بين ايدينا والذين نقلوا هذه التفاصيل هم من بينهم وهم اقروا على انفسهم بأنه فعلوا وفعلوا وفعلوا ولكنهم بعد ذلك انسحبوا وتبرأوا منهم وخرجوا من هذه الدائرة القذرة النجسة أنا لا أريد أن اسب في التفاصيل مع أن التفاصيل حاضرة لدي لأن الوقت يجري سريعا وهناك العديد من الملاحظات ربما لا اجد وقتا لذكرها اكتفي بما ذكرت لكنني اتمنى على النساء غير الخطابيات ان يخرجن من هذا الجو فربما في الايام القادمه يفضح هذا الموضوع في الاعلام وتذكر الاسماء فأنا أقول للنساء غير الخطابيات أنتن لا علاقة لكن بالعقيدة الخطابية فاخرجنا من هذا الموضوع يمكن أن تجدنا الفساد والخمور والمخدرات في أماكن أخرى أما الخطابيون والخطابيات فهم لا حرمة لهم الذين يريدون فضحهم بامكانهم ان يفضحوهم لكن عليهم ان يتكلموا بالادله مثلما اتكلم انا نذهب الى فاصل عن ابن ابي عمير عمن ذكره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال امير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتلهم هؤلاء الخنازير الزنات اللواطون المأبونون الخميرون السكيرون هؤلاء الأنجاس هم الخطابيون الذين يجعلون من كل هذا الفساد يجعلون منه عبادة أية عبادة هذه ماذا فعل الشيطان بهم؟ يترادفون باللواط على الرجل منهم ويترادفون بالزنا على المرأة منهم في المكان نفسه كلهم عراة إنها معابد الشيطان إنها معابد المأبونين اللعناء اقرا عليكم من توقيع اسحاق بن يعقوب هذا التوقيع الشريف الذي ورد الى السفير الثاني بخط امام زماننا موجها الى اسحاق بن يعقوب الامام يتحدث عن ابي الخطاب واما ابو الخطاب وهذا هلك في زمان الإمام الصادق صلوات الله على الإمام الصادق وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع هذا هو أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع كان مهتديا كان صالحا ثم ضل بعد ذلك وأما أبو الخطاب محمد ابن ابي زينب الاجدع فملعون واصحابه ملعونون فلا تجالس اهل مقالتهم واما ابو الخطاب فملعون واصحابه ملعونون الامام يتحدث عن ابي الخطاب زمن الصادق صلوات الله عليه فلا تجالس أهل مقالتهم أهل مقالتهم متى زمان الغيبة الثانية مثل ما مر علينا الشلمغاني وأمثال الشلمغاني ألا لعنة عليهم فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي منهم براء نصيحتي للعوائل الشيعية التي لها علاقة بعوائل هؤلاء الخنازير أبعدوا عوائلكم أبعدوا نساءكم أبعدوا بناتكم عن هؤلاء الأنجاس فقد غرروا بنساء بعض العوائل من غير الخطابيين وادمن البرنامج نساء غير خطابيات ادمن حضور برامجهم بشكل مستمر والى هذه اللحظه لا تجالس هؤلاء لا تسلم عليهم هذا هو حكم امام زمانكم ابتعدوا عنهم لا تطلب منهم شيئا ولا تقدم لهم خدمة قطعا أتحدث عن الذين أنتم متأكدون من أنهم من هذه المجموعة وأما أبو الخطاب محمد ابن أبي زينب الأجدع فملعون وأصحابه ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فاني منهم بريء وابائي منهم براء الا لعنه على الخطابيين احياء وامواتا بعد هذا الاستكشاف انه استكشاف لاثار البرنامج الابليسي في الواقع الشيعي العناوين التي وضعتها بين ايديكم العبث الصرخي البيان السيستاني بعوراته التي تحدثت عن جانب منها في الحلقه الماضيه النجاسة الخطابية هذه أمثلة من واقعنا الشيعي كل مثل له مساحته وله خصوصيته وله اتجاهه الاتجاه الصرخي معروف لديكم والاتجاه السيستاني معروف لديكم وهذا هو الاتجاه الخطابي الخنزيري النجس اللعين اذا اردنا ان نتفحص في الذي يريده ابليس من كل ذلك انه يريد تدمير العقل الصرخ يطبق منهج الحوزه ومنهج الحوزه منهج اسس لتدمير العقل الشيعي اتحفون بالوثيقه الديخيه الوثيقه الديخيه هي مضمون البرنامج الحوزوي ان تحول الإنسان الشيعي إلى حمار شيعي للمرجع من إنسان شيعي للحجة ابن الحسن يحوله البرنامج الحوزوي الطوسي إلى حمار ديخي يكون شيعياً ولكن ليس لامام زمانه وانما يكون من شيعه المرجع الذي هو الاخر حمار عند ابليس فالمرجع حمار عند ابليس والشيعي حمار عند المرجع هذا هو مضمون الوثيقه الديخيه اتحفونا بها ما اقدر اجيب الاسماء واحد قال لي اذا على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة قال توصل اطمئنن تركبهم يعني مش يعني آه تركبهم وتقول لهم ديخ والله نص عبارة واحد من الاعلام قبل خمس سنوات. قال لي مستعجب. مش داعي اقول تركب أه. يعني خلاص أعاميشني ما في مال في خلاص أعاميش ليه تقول أباك يا حركة فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفون لأنه ما رد أجيب الأسماء قال تركب مثل ما تركب نام وضايق ديخ لا مو علم إجمالي هذا واقع <applause> واقع الشيعة لا أقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة العبث الصرخي يقود الى هذه النتيجه الى تحويل الشيعه الى حمير والامر هو هو في البرنامج السيستاني انه منهج الحوزه هو الضحك على الذقون اما الخطابيون الانجاس الخنازير فهؤلاء في دينهم يدمرون عقل الشيعي ويدمرون دبره ايضا يدمرون عقله ويشقون له دبره هذا مو افتح يا سمسم ابوابك نحن الاطفال هذا برنامج الاطفال الذي كان في سنين ماضيه افتح يا سمسم ابوابك نحن الاطفال الظاهر افتح يا سمسم ادبارك نحن الابطال نحن الخطابيون فقد فتحت ادبارهم الا لعنه الله عليهم وعلى ادبارهم لقد فتحت ادبارهم جميعا فتح بعضهم بعضا ادبار البعض الاخر ففي الواقع الخطابي تدمير للعقول وتشقيق وتدمير للادبار الا لعنه الله عليه وقت الحلقه انتهى نلتقي غدا ان شاء الله تعالى على طبق جديد على مائده القمر اسالكم الدعاء جميعا في امان الله